ساعات وينتهي التحذير الأخطر لعالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس يوم 22 من أكتوبر، ولا زالت توقعات الرجل موضع أقصى اختبار. فماذا سيحدث خلال الساعات القادمة؟ وما فحوى الرسالة التحذيرية الأخيرة التي وصلته من دولة عربية؟ يخرج عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس كعادته بلحيته البيضاء وعينيه المحملقتين إلى كاميرا مثبتة أمامه في مكتبه وشاشة عرض يشرح عليها عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، يشرح المناطق الأكثر خطورة والأشد تعرضاً للزلازل على مستوى العالم. في كل مرة يخرج صاحب نظرية اقتران الزلازل ينتهي من تسجيل حلقته ويغلق أضواء منزله ويهنأ بنوم عميق، بينما يترك الملايين حول العالم في المناطق التي يتوقع حدوث الأخطار بها، يتركهم محرومين من النوم ولو لساعات. لا ينكر أحد من متابعي عالم الزلازل الهولندي أن بعض توقعاته صادفت، نعم صادفت فقط الواقعة وحدثت بالفعل. زلزال في كل من تركيا وسوريا وبعض المناطق الإفريقية وبعض البلدان حول العالم، ولكن ما يهمنا هنا هو التحليل الأخير لفرانك هوجربيتس الذي خرج فيه يتحدث عن خطر الزلزال الأكبر. الطريقة الإعلامية التي يظهر بها الرجل جعلته محط اهتمام العالم كله. الجميع يريد إما معرفة مستقبل الزلازل الجديدة أو مقارنة الزلازل التي حدثت بتوقعات ذلك العالم، بينما الرجل الذي صادفت توقعاته الواقعة يعتمد على نظرية هي الأولى من نوعها في توقعات الزلازل. يقول فرانك ويجدد القول من وقت إلى آخر إن لديه تحليلا خاصا عن هندسة الكواكب، وإنه حال اقتران كوكب مع آخر يحدث أحيانا تأثير على مسار حركة الأرض ودورانها حول الشمس، بما يؤدي إلى حدوث ما يمكن أن نسميه فرملة للكواكب. هذه الفرملة التي تشبه حركة مكابح السيارات تؤدي إلى هزات أرضية قوية في صورة زلازل. نعود إلى الزلزال الأكبر الذي حذر منه عالم الزلازل الهولندي. ففي بداية شهر أكتوبر الجاري فاجأ فرانك العالم بأن دولا بعينها أصبحت على خطر كبير بالتعرض لزلزال قادم، وأن الخطر الأشد تأثيرا سيكون في موعد محدد بيوم 22 من شهر أكتوبر أيضا. وبمتابعة حركة الزلازل الأخيرة يتضح أن زلزالا حدث في تركيا بالفعل وترك آثارا في سوريا، ولازالت المخاوف قائمة من الهزات الارتدادية القوية لذلك الزلزال، لكنه في النهاية زلزال عادي من حيث التداعيات التي تركها، وأنه ليس ثمة زلازل عظيمة حدثت. مرور ذلك اليوم الذي لملم أوراقه خلال الساعات الماضية يعني أن عالم الزلازل الهولندي أصبح في موضع اختبار صعب أمام الملايين من المتابعين الذين صدقوا نظريته الأغرب من نوعها في توقعات الزلازل، حتى قيل بأن نظرية الرجل ليست إلا محض خيالات. ولم تتوقف الانتقادات الموجهة إلى عالم الزلازل الهولندي عند ذلك الحد، فقد تلقى تحذيرا من سوريا بشأن مزاعمه، وها هو الآن يتلقى تحذيرا من الجمعية الفلكية السعودية بجدة التي وصفت توقعاته بأنها مزاعم، بينما الرجل ماض في تحليلاته لا توقفه إنذارات ولا يستجب لتحذيرات من العلماء. فهل لعبت المصادفة دوراً في صعود صاحب أول نظرية لتوقع الزلازل؟